قول يا ابو هذا الكف وين داخل على الله يا ابو يا ابو بس عليك يا اخي بالحراطه طلع عليك على كيف شويه لا تستعجل ما نغسله ما نغسله ما نغسله شهيد ما نغسله بس الكف لا قال لكم خيط طيب ماشي يلا خيط الخياط كله يلا هذا هذا هذا